لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جميل عفيفي. يعني بعد التحية، كيف تقرأ دلالات هذه الزيارة وتوقيتها إقليميا ودوليا؟ صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هي بالفعل هي زيارة مهمة جدا، وتأتي بعد 10 سنوات من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين. خلال 10 سنوات الماضية دي كان في العديد من التعاون بين الصين ومصر في عملية التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية، وفي العديد من المشروعات القومية الكبرى اللي تم تنفيذها داخل الدولة في المنطقة الاقتصادية وفي أيضا العاصمة الإدارية والعديد من المناطق الأخرى داخل الدولة المصرية اللي بيتم فيها التنمية الشاملة. طبعا هذه الزيارة زيارة مهمة، والاستقبال اليوم يدل على عمق العلاقات وعمق والتقدير الصيني للرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالطبع هذه الزيارة تأتي في وقت منطقة الشرق الأوسط تمر بالعديد من الأزمات، أهمها طبعا ما يحدث في قطاع غزة والعدوان الوحشي من قبل الجانب الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة، وعملية تصفية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وعملية الجرائم ضد الإنسانية التي تنفذ في الوقت الحالي. بالطبع مصر تسعى في الوقت الحالي، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيسعى في الوقت الحالي إلى حل هذه الأزمة بشكل سريع من خلال اتصالاته المستمرة مع قيادات العالم. واليوم الصين هو بالتأكيد دولة الصين من القوة الفاعلة في النظام العالمي وعضوة بمجلس الأمن، وهي قادرة على الضغط أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن تجاه ما يحدث في إسرائيل أو العرض الوضع بشكل مباشر أمام العالم وأمام مجلس الأمن لاتخاذ قرارات ضد طبعا إسرائيل. طبعا في تطابق في وجهات النظر بين مصر والصين تجاه ما يحدث في قطاع غزة أو في القضية الفلسطينية، والوقف الفوري للعمليات العسكرية، إنفاذ دخول أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة. النقطة الثالثة عدم تصفية القضية الفلسطينية والوصول إلى حل وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو. نعم، يعني بتأتي هذه الزيارة تزامنا مع الذكرى 10 لترقية العلاقات الصينية المصرية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ماذا يعني الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وماذا عن جانب الاستثمارات والتعاون التجارية؟ هو منذ عام 2014 وكان في استراتيجية واضحة للدولة المصرية، وهو الانفتاح على القوى الفاعلة في النظام العالمي ككل والعمل على الوصول إلى المصلحة الوطنية المصرية. المصلحة الوطنية المصرية في أكثر من مجال، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في العديد من المجالات. فطبعا الوصول إلى هذه الشراكة الاستراتيجية اللي تم توقيعها في عام 2014 أتت بثمار كتير على الدولة المصرية خلال المرحلة الماضية من خلال جذب الاستثمارات، العمل على البدء في تنفيذ البنية التحتية الحقيقية داخل الدولة المصرية. وزي ما قلت لحضرتك في البداية ان الصين ساهمت بشكل كبير من خلال الشركات الكبرى اللي تم التعاقد معها لتنفيذ استثمارات طبعا بالشراكة مع الدولة المصرية في العديد من المشروعات اللي تمت خلال الفترة الماضية في العاصمة الإدارية، في العديد من محافظات الجمهورية. وأيضا النقطة المهمة اللي بتبحث عنها الدولة المصرية في الوقت الحالي هو نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة من خلال طبعا التعاون مع الصين في العديد من المجالات، مجالات البنية التحتية، مجالات التكنولوجيا، المجالات المختلفة الأخرى اللي كلها بتعود بالنفع على مصر خلال الفترة الحالية. طبعا احنا عارفين ان خلال الفترة الماضية تم وضع بنية أساسية حقيقية لجذب الاستثمارات الخارجية من مصر، فبالطبع التعاون مع الصين والتعاون مع الخبرة الصينية والتعاون مع الشركات الصينية لجذب الاستثمارات إلى مصر ده شيء سيعود بالنفع بالتأكيد على الدولة المصرية. هيوفر فرص عمل، هيوفر طبعا التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الصين في العديد من الصناعات والمجالات المختلفة وخاصة المجالات التكنولوجية، وهو ده اللي بتسعى إليه مصر في الوقت الحالي. فطبعا الشراكة
شراكة، أنها توصل إلى شراكة استراتيجية. دي نقطة مهمة جدا، ده تأكيد على الدور المصري، تأكيد أيضا على أن مصر دولة قوية قادرة، لأن الدولة الجاذبة للاستثمار يجب أن تكون دولة قوية قادرة وتمتلك القوة والقدرة لحماية طبعا أمنها القومي، ومتوفر فيها كل الإمكانيات لجذب هذه الاستثمارات. نعم. طبعا في تعاون آخر في كافة المجالات، في تعاون في المجال العسكري بشكل كبير من خلال انفتاح مصر على زي ما قلت لحضرتك على العديد من القوى الفاعلة في النظام العالمي، ومصر بدأت في امتلاك أيضا تكنولوجيا عسكرية صينية وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الجانب الصيني. كل ده طبعا زي ما قلت لحضرتك بيفيد الدولة المصرية وبيفيد أيضا الجانب الصيني. نعم، العلاقات المصرية الصينية حققت طفرات منذ عام 2014، وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين زيارات متكررة، وقع العديد من الاتفاقيات مع الجانب الصيني. قراءتك لملامح تطور العلاقات بين البلدين منذ عام 2014؟ هو طبعا التطور العلاقات تطور مهم، وكانت اول زياره للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في عام 2014 الى الصين، ثم بعد ذلك اكثر من 7 زيارات كلها بتهدف طبعا الى بجانب طبعا زياره الرئيس الصيني الى مصر ولقاء الرئيس اكثر من مره الرئيس الصيني في المحافل الدوليه، وده تاكيد على الارتفاع مستوى العلاقات بين الدولتين والتنسيق الكامل والتام بين الدولتين في كافة الأمور وفي كافة المحاور التي تخص الدولتين وتخص أيضا المنطقة، والتنسيق بين الدولتين فيما يخص منطقة الشرق الأوسط والسياسة الخارجية. مصر أيضا كان لها دور مهم جدا ورؤية واضحة بأن الصين الواحدة وعدم محاولات تقسيم الصين أو خلافه، كل ده كان لمصر دور مهم جدا فيه وقالت رؤيتها بشكل كبير. إذن التنسيق طبعا بين الدولتين ده تنسيق مهم. الزيارات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني ده زي ما بقول لحضرتك على رفع مستوى الشراكة بين الدولتين إلى شراكة استراتيجية، توقيع العديد من الصفقات أو الاتفاقيات في كافة مجالات الحياة داخل الدولة المصرية، زي ما بقول لحضرتك هيعود بالنفع على الدولة المصرية في عملية التنمية الشاملة المستمرة. الاستراتيجية المصرية في التنمية اللي وضعت في عام 2014 يتم تنفيذها بشكل في غاية الدقة وفي غاية الامتياز بالتعاون مع الدول أصحاب الخبرات في المجالات المختلفة للارتفاع والارتقاء بمستوى الدولة المصرية في كافة المجالات، والصين هو شريك أساسي في عملية التنمية داخل الدولة المصرية، وكل عام بيزداد هذه الشراكة وكل عام بتزداد الاتفاقيات والمبادرات بين مصر والصين من أجل طبعا الارتفاع بمستوى العلاقات أكثر وأكثر. نعم، مثلما ذكرت يعني على مدى عقود طويلة، وتشهد العلاقات المصرية الصينية تطورا مستمرا في كافة المجالات. ماذا عن العلاقات العربية الصينية وأيضا دور مصر كبوابة لإفريقيا أو للعمق الإفريقي بالنسبة للصين؟ هو طبعا احنا لو كان في اكثر من لقاء او اكثر من مؤتمر الصين وافريقيا، وكانت مصر وقتها كان هي الرئيس الاتحاد الافريقي في ذلك الوقت، واستطاعت مصر ان هي زي ما بقول لحضرتك تنقل وجهة النظر الافريقية الى العالم ككل. ايضا افريقيا تعاني بشكل كبير، مصر اصبحت هي القوة الفاعلة في افريقيا، هي المتحدث باسم افريقيا، وده لعدة اسباب، لان للأسف شديد ان القارة الافريقية تتعرض للكثير من الأزمات، تتعرض من تأثيرات التغيرات المناخية، تتعرض من حالات الجفاف، الكثير من الأزمات بها. فمصر بتنقل وجهة النظر أو الرؤية الأفريقية الحقيقية أمام العالم، وأعتقد أن ده حدث في أكثر من مجال. وبالطبع هناك تعاون بين أفريقيا والصين في العديد من المجالات، وكانت مصر هي بالفعل البوابة الحقيقية للتعاون الصيني مع القارة الأفريقية. أما بالنسبة طبعا للعلاقات الصينية العربية، طبعا
من المعروف ان مصر هي القوه الفاعله في منطقه الشرق الاوسط في الوقت الحالي، هي اللي بتسعى الى تقارب وجهات النظر بين الدول العربيه والصين، وهناك ايضا تطابق في وجهات النظر الصينيه المصريه فيما يخص المنطقه العربيه وقضايا في المنطقه العربيه وحاله الاستقرار في المنطقه العربيه بتسعى اليها ايضا الصين، لان بالطبع هي بوابه تجاره مهمه جدا بالنسبه للصين. طبعا فيما يخص القضيه الفلسطينيه وهي القضيه الام بالنسبه، وهي القضيه الابرز يعني، والحديث أكيد هيكون منصب اليوم على ما يحدث من تطورات وإبادة جماعية لإسرائيل للشعب الفلسطيني، ويعني التزايد في يعني التصرفات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني. هو بالطبع هي القضية الأم وهي القضية الأساسية والقضية التي تحملها الدولة المصرية على عاتقها منذ عام 48 حتى الآن، ولكن من يوم 7 أكتوبر حتى الآن مصر هذه القضية هي قضيتها الأولى، هي اللي بتتحدث عنها والرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عنها مع كافة رؤساء وزعماء العالم من خلال الاتصالات الهاتفية أو اللقاءات المباشرة. وبالنسبة للصين فبالطبع زي ما قلت لحضرتك إن الصين من القوى الفاعلة في النظام العالمي، عضو في مجلس الأمن، عضو دائم في مجلس الأمن، لها قرارها، لها الصوت الصيني صوت واضح قادر على إن هو يوصل الحقيقة إلى أيضا مجلس الأمن للعمل بشكل جدي لاتخاذ قرارات مباشرة تجاه ما يحدث من جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني العازل في قطاع غزة. فطبعا مباحثات اليوم هي مباحثات مهمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني فيما يخص القضية الفلسطينية ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث على الأرض في قطاع غزة ومحاولة إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتدمير البنية التحتية بالكامل، كما حدث أكثر من 90% من البنية التحتية تم تدميرها في قطاع غزة بالكامل، محاولة حصار الشعب الفلسطيني وتجويعه وعدم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية أيضا طبية والعلاج وخلافه، ده في حصار على الشعب الفلسطيني. وبالطبع مصر هي اللي بتخوض هذه المعركة الإنسانية من أجل دخول وإنفاذ دخول المساعدات بشكل مستمر وبشكل أكبر مما يحدث في الوقت الحالي بكثير. فطبعا وجهة النظر المصرية يتم نقلها بالطبع إلى الرئيس الصيني وتوضيح الرؤية بشكل كبير. هناك أيضا يعني من البداية وفي تصريحات المتحدث الرئاسة يؤكد على أن هناك في تطابق في وجهات النظر بالطبع بين الصين ومصر، بين الصين ومصر، طبعا ده نظرا للثقة الكبيرة التي تضعها الصين في الدولة المصرية، وأيضا أنها تعلم جيدا أن مصر هي القوى الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، وهدف مصر الأول والأخير هو محاولة الاستقرار في الشرق الأوسط وعدم إثارة أي أزمات أو مشاكل في المنطقة، وأيضا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن يكون له دولة على حدود 4 يونيو 67. نعم، وتطابق وجهات النظر بين مصر والصين في أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. على صعيد الشراكة الاقتصادية بالطبع الصين بتمثل من أكبر الشركاء التجاريين، والحقيقة يعني زادت العلاقات التجارية والاستثمارية في عام 2014 وزادت الاستيراد والتصدير بين الجانبين. كيف تقرأ هذا النمو في العلاقات التجارية ونمو الواردات والصادرات بين مصر والصين؟ هو طبعا في زيادة كبيرة طبعا في الصادرات والواردات بين الصين ومصر والميزان التجاري بين الدولتين، ده نتيجة طبعا لأن السوق المصري في الوقت الحالي أصبح سوق كبير جدا، جاذب للمنتجات الصينية وجاذب للصناعات الصينية، فبالتأكيد هناك في زيادة. طبعا ده ثقة من الصين في الدولة المصرية
وفي الاقتصاد المصري وفي السوق المصري أيضا. على الجانب الآخر أيضا مصر بدأت في زيادة حجم صادراتها إلى الصين، ودي نقطة مهمة جدا أيضا في الوقت الحالي لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين، زيادة العملة الأجنبية. كل ده تأكيد على أيضا تقدير أو احترام الصين للمنتج المصري في الوقت الحالي، وأنه أصبح ينافس رغم الصناعات المتطورة داخل الصين. وخاصة مصر أيضا بدأت في تصدير المنتجات الزراعية المصرية، وده طبعا نظرا لجودة هذه الزراعات بشكل كبير، وأصبحت مطلوبة في الوقت الحالي. نعم، كيف تقيم التنسيق المستمر بين الجانب المصري والصيني لإحياء مبادرة الحزام والطريق؟ طبعا لمبادرة الحزام والطريق بتستفيد منها الدولة المصرية كثيرا، خاصة في مجال البنية التحتية التكنولوجية والمواصلات وخلافه. والاستفادة من هذه المبادرة هيفيد الدولة المصرية، هيعود بالنفع على الدولة المصرية في المرحلة المقبلة. هو ده اللي احنا شايفينه، ان مصر بدأت في العمل في هذا الإطار، وان المفاوضات مستمرة والعمل مستمر ايضا من اجل الارتقاء بمبادرة الحزام والطريق، ومن اجل ايضا الاستفادة من الخبرات الصينية في هذا الإطار. احنا شايفين ان في تحركات كتيرة في هذا الإطار، مبادرة الحزام والطريق، حتى من العديد من دول المنطقة، ولكن مصر اعتقد انها ستستفيد كثيرا من هذه المبادرة، وان تم البدء في تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بها. نعم، الكاتب الصحفي جميل العفيفي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.